بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. مشاهدينا الكرام، حتما كل واحد فينا وكل شخص في هذا العالم الحديث يستخدم مواقع التواصل والأجهزة الحديثة والتقنيات المتنقلة، وبالتأكيد لهذه الأجهزة مضار ومنافع، ونحتاج في استخدامنا لها لقيم متعددة وكثيرة. وبالتأكيد في حلقة اليوم كما شاهدتم في إعلان الحلقة، نتحدث عن قيمة المراقبة ومحاسبة النفس واستخدام هذه القيمة في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتأكيد ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله كدز. حياك الله دكتور موفق. أهلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ونسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم آمين يا رب. دكتور، أنت قبل الحلقة قلت لي عن يعني أعظم قاتل على مر العصور، فأنا ودي أسمع يعني من هو هذا القاتل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، الحقيقة أنا عملت استقراء سريع عن أكبر سفاحين على مستوى العالم المعاصر، ويظهر لي أنه العالم المعاصر والعالم السابق. فظهر لي خمسة أسماء. الأول ماو تسي تونغ، زعيم الصين، قتل 87 مليون نفس، لا إله إلا الله. الثاني جوزيف ستالين، زعيم روسيا، قتل 60 مليون شخص، حكم 30 سنة، يعني كل سنة 2 مليون. أودولف هتلر الزعيم النازي، قتل 40 مليون شخص. ملك بلجيكا قتل 15 مليون شخص، قتل شعب الكونغو كاملا. الأخير الزعيم الكمبودي بول بورت، قتل من شعبه خلال 3 سنوات 3 ملايين. تخيل هذه الملايين التي أبيدت على تحت هؤلاء الأسماء الخمسة. لكن سنتكلم اليوم عن سفاح أشد منهم، قتل الملايين. يا دكتور، هل في شيء؟ وهذا الشيء العجيب، هذا الشيء العجيب، لعل المستمع يقول إيش هذا الذي في هذا الزمان قتل أكثر من هؤلاء. أنا أقول هذا الذي بيدي الآن، الجوال. هذا الجوال، هذا الجوال. المشاهد الكريم لا يستعجل، سأعطيه بعض الإحصائيات حول هذا الموضوع حتى يتبين خطورة الجوال، مع أنه سلاح ذو حدين، لكن سنعطي الناحية السلبية من الجوال، لأنه هو الوسيلة لمواقع التواصل، الوسيلة العظمى للتواصل مع الآخرين. نعم، تخيل أن الجوال قتل الهاتف الأرضي، قتل التلفزيون، قتل الكمبيوتر، قتل الساعة، قتل المسجل، قتل الراديو، قتل المصباح، قتل المرآة، قتل الصحف والمجلات والمكتبات، قتل محفظة الجيب، قتل التقويم المكتبي، قتل بطاقات الائتمان، قتل العديد من الأزواج، قتل العديد من العائلات والود والألفة الأسرية، قتل العفة والحياء، قتل الرجولة، قتل الطلاب وأبعدهم عن طريق النجاح والتفوق. كذلك يدمر ويقتل أعيننا، يدمر العمود الفقري في المستخدم، يدمر العنق، وهذه الآن دراسات موجودة، يقتل العقول ويغير الثقافات، هو في طريقه للقضاء على الجيل القادم مع الأسف. إذا لم نراقب أنفسنا فسوف يقتل أرواحنا، يقسي قلوبنا، يذهب بديننا، يجعل الأجيال القادمة تندم حيث لا ينفع الندم، يذهب بإيماننا وأخلاقنا، يذهب بخشوعنا ومراقبتنا لله، يقسي أعيننا عن البكاء من خشية الله، يقسي قلوبنا عن التدبر،
يسود وجوهنا بالمعاصي، قتل الآلاف والآلاف في حوادث السير، والإحصائيات على مستوى العالم كبيرة جدا جدا جدا، مشاكل الرأس والسمع وصحة القلب والجهاز العصبي، والمرأة الحامل لما تتعرض إلى الأشعات. أقول سرق الأموال والملايين، كم من الناس خسروا أموالهم بضغطة زر واحدة، بضغطة زر واحدة ذهبت ملايين كثيرة. يعني حتى الأمراض الروحية، العين والحسد وما في حكمه، انتشرت انتشار كبير جدا، بل أصبحت المجتمعات مع الأسف مجتمعات مقالب وتندر وضحك، وذهبت هيبة الرجولة والكرم بل المروءة عند الرجال. هذا غيظ من فيض، وما خفي أعظم فعلا، وما خفي أعظم. ولذلك أنا أقول هذا القاتل قاتل شديد جدا جدا جدا. عجيب يعني بيكتور. تخيل هذا اللي الآن اللي قلناها، كل الاختراعات السابقة التي كنا ننعم بها في القرن الماضي اختفت الآن أمام هذا الجوال. تلفزيون ما عاد في تلفزيون، مسجل ما عاد فيه، فيديو ما عاد فيه، في ناس ممكن يتابعون الآن من الجوال. هذا كل شيء الآن أصبح مكتب المتنقل معك هذا. أنا قلت له إيجابيات كثيرة، إيجابيات كثيرة أنا لا يعني أماري في هذا، بل تستطيع من خلال الجوال عقد صفقات، شراء بضائع، تواصل مع المجتمع، أشياء كثيرة. لكن مع الأسف معظم الناس الذين يستخدمون الجوال يستخدمونه 10% 15% في باب الشهوات والملذات والضحك والفرفشة وكذا. طبعا في الآن تعجب أنه بعض الجوالات 5000 و7000 وأكثر وأقل، لأنه فيه خدمات كثيرة، لكن أكثر الناس فقط كيف نستطيع أن ندخل اليوتيوب، الانستغرام، تويتر ولا إكس، المواقع المنتشرة الآن التيك توك والأشياء هذه. طيب هل الجوال وضع لذلك؟ نعم، هذا يعني يعني هذا من الأمور. نحن الآن نعم. يعني المفروض نحن في برنامج نعم. وأقفلنا ودخل معنا الآن في وسط البرنامج نعم. الشاهد أنه الواحد ما يجعله يسيطر عليه، يحاول يتحكم يعني في تخيل أنت الصحيح. حتى أنت في داخل المسجد نعم. أنت في داخل المسجد وتسمع رنات الجوالات والموسيقى داخل المسجد داخل خطبة الجمعة. يعني وصل إلى 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 داخل بيوتنا وداخل مكاتبنا وداخل حياتنا الخاصة نعم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتعامل مع هذا الجهاز تعامل حساس وتحت المراقبة الشديدة، وأن يعرف أن هذا الجهاز إن لم يستخدمه الاستخدام الإيجابي سينتقل إلى سلبي، ومع الأسف 90% إذا كنت غير مبالغ أنهم يستخدمونه استخدام غير صحيح، إنما هو من باب الترفيه والترفيه وضياع الأوقات. وبالمناسبة كنت في زيارة لكلية الطب عندي في الجامعة، طلاب السنة الرابعة. أنا في اعتقادي أنه طلاب الطب ما عنده استعداد أن يحك راسه، إذا يبغي يحك راسه قال فلان بالله حك راسي مشغول. فسويت استقراء على الحضور فوجدت أن معدل استخدام طلاب كلية الطب في اليوم 5 ساعات. يا الله، طلاب الدراسات ولا تخيل الطب. أنا عارف أنه طالب الطب وقته ليس له، فسألت قلت طيب بعد ال5 ساعات هذه مش المحصلة؟ قالوا لا شيء، كلها في التصفح وموقع الأغلب قال لي لا شيء. فإذا حتى نقول يمكن تكون أشياء مفيدة، لكن النظرة الحرام، السمع الحرام ستخالطها. فتخيل طلاب كلية الطب 5 ساعات يوميا تهدر. فأنا قمت معهم بمعادلة، قلت 5 ساعات في اليوم يعني في الشهر 150 ساعة، يعني في السنة 1800 ساعة. صدقني يا أخي الكريم، أي تخصص في العالم تدرس في السنة 1800 ساعة ستكون من المبدعين فيه، العباقرة. لو درست الطيران في سنة واحدة 1800 ساعة ستصبح طيار من الدرجة الأولى. لو أردت أن تتعلم أي لغة عالمية، أي لغة عالمية 1800 ساعة في السنة حتصبح فيها عبقري جدا. إذن أوقاتنا تضيع سدى بدون فائدة. ولذلك فعلا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الجهاز. صحيح هو نعمة، وهو فعلا يستطيع الإنسان أن يستخدمه في حياته كلها، لكن إذا لم ينتبه أصبح ضاعت أوقاتنا. يا أخي الكريم، من الأشياء المؤلمة أنه
يعني بعض الناس قد يتنازل عن ثوابت ومسلمات من أجل التصوير. بعض الناس قد يخرج عرضه معه، بنته، زوجته، بناته، يتصور معهم من أجل كسب مشاهدين أكثر. يا أخي أين الغيرة؟ كان في السابق الإنسان يغطي زوجته ويغطي بالجوانتيات وغطاء الوجه، الآن بعض الناس مع الأسف أصبح يخرج مع محارمه وهكذا الشعور والنحور. طب لماذا؟ أين الغيرة؟ يقال أن أعرابيا كان يمشي مع زوجته وهي متحجبة، فمرت الرياح وكشفت عن وجهها بدون اختيارها، فرآها بعض الناس، فالعربي من غيرته قال الحقي بأهلك. قالت والله ما أردته ولا رضيته. قال إذا وقع الذباب على طعام كففت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. شوف الغيرة. علي رضي الله عنه وأرضاه لما تزوج فاطمة وأخذها على الفرس وركب على الفرس، فلما وصل إلى بيته نحر الفرس. لما يا أبا الحسن؟ قال حتى لا يركب مكان الرجل الأجنبي. شوف الغيرة. الشاهد فعلا هذه الأجهزة، هذه البرامج قضت على كثير من مسلماتنا وأخلاقنا وثوابتنا مع الأسف. بل أصبح الآن كثير من الناس الاستخدام قضية تصوير المقالب محتوى ما هذا يعني اسمح لي بين قوسين إلا ما رحم الله مجتمع التافهين والتافهات. كيف نسوي مقلب؟ هذا يسوي مقلب في أبيه تفرج عليه آلاف مؤلفة، تسوي مقلب في والدك، في أخيك، في زوجتك، مشكلة. فمع الأسف، مع الأسف هذه الوسيلة التي تدخلنا على مواقع التواصل كما يسمونها السوشيال ميديا، هذا كما قلت لك سلاح ذو حدين، لكن الواقع أثبت لنا أن الأغلبية لا يستخدمونه استخدام جيد. من الأمور التي تؤلمني لما أمر على مثلا عمال نظافة في الشارع، جلس على الرصيف والجوال في يده، هذه مشكلة. يعني في السابق كنا بعض الناس لما تراه يجلس على الرصيف المسبحة في يده، القرآن في يده، لا الآن أصبحت القضية منتشرة. بعض الناس تجد بعض مثلا موظف حكومي في الطريق واقف بالجوال، الناس في الطريق جالسين الجوال. يعني كنت أتمنى بعض الأوقات أسوي كذا كشف أو مسح بصري، أمشي بالسيارة أبقى واحد بس أشوفه ماسك مصحف، ماسك مسبح، نادرا. طيب الأوقات تضيع، ما الفائدة؟ لما يجيك موظف نظافة، عامل نظافة مسكين متغرب عن بلده وراتبه قليل وتحت شجرة وجالس، وما هو بواحد ولا اثنين ولا عشرة، الأغلب فيما أنا رأيت. أيوة الغالبية يعني فعلا يعني صار ما في تحكم للجهاز. طيب وهذا اللي حنيجي نتكلم فيه. شيء آخر شدني كثيرا، بعض أبناء الوطن يمارسون البيع على سياراتهم على بعض الأرصفة. أي تجد أنه عرض بضاعته وجالس على الكرسي، الأخ زاه الله خير. أي طيب أنت الآن في حاجة إلى الرزق. يا أخي الاستغفار باب من أبواب الرزق. التعامل مع الله، عدم الوقوع في المعاصي يأتي لك بالرزق. أصبح الناس كلهم مشدوهون بهذا الذي في أيدينا. لذلك أنا أطلقت عليه سفاح من الطراز الأول إذا لم ننتبه له. نعم جميل دكتور، فعلا المقدمة هذه تنبهنا وتيقظ عقولنا لهذا التحدي الكبير هو كيف يستخدم الواحد الأجهزة بشكل جيد، وهي سلاح ذو حدين. أكيد. فإن شاء الله بعد الفاصل راح نتكلم على موضوع كيف يعني نفعل قيمة المراقبة ومتابعة يعني إيش اللي إحنا بنسويه بالجوال بنستخدمه ونستفيد من قيمة المراقبة ومحاسبة. نسأل الله التوفيق. بعد الفاصل القصير، فاصل المشاهدين الكرام ونكمل بعدها الحلقة. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الجمع في الإحرام بين الحل والحرم. الحاج والمعتمر يجب أن يجمع كل منهما في إحرامه بين الحل والحرم، فالمكي في العمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه ثم يدخل إلى الحرم محرما فيجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فيحرم المكي من بيته في مكة لأنه سيخرج إلى عرفة وهي من الحل، فيكون قد جمع أيضا بين الحل والحرم. ومن لم يجمع بينهما كشخص أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل
فإنه يجب عليه أن يريق دما. من أحكام البيع: ثبوت خيار العيب، وهو أن يظهر في المبيع ما ينقص قيمته. فإن اشترى شخص سلعة ثم تبين أنها معيبة، فله الحق في فسخ البيع وإرجاع السلعة وأخذ ما دفع، أو إبقائها وأخذ فرق العيب، أو إبقائها بغير شيء، لأن الأصل سلامة المتعاقد عليه، الثمن والمثمن. فإن تبين عيب أحدهما كان للمتضرر فسخ العقد، وهو خيار ثابت في العقد ضمنا ولو لم ينطق به المتعاقدان. إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم. حياكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومستمرين في حديث الحلقة لهذا اليوم، وهو المراقبة ومحاسبة النفس على وسائل التواصل الاجتماعي. حياك الله دكتور، لا تقول لنا يعني فعلا إيش أثر قيمة مراقبة النفس، وكيف نفعلها في استخدام وسائل التواصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعمال القلوب دائما أعظم من أعمال الجوارح، دائما أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، لأنه أعمال الجوارح هي ترتكز على أساس أعمال القلوب. يعني من أعمال القلوب الإخلاص، لو صليت وأنفقت وتصدقت وفعلت بدون إخلاص لا قيمة لها. من أعمال القلوب المهمة جدا قضية المراقبة لله. المراقبة عمل عظيم جدا، وهو الذي يوصلنا بتوفيق الله إلى أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه المراقبة بإذن الله تقودك إلى أعلى مراتب الدين، تقودك إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك كثرة الذنوب والمعاصي والوقوع في الآثام لا تكون إلا إذا عدمت المراقبة. لذلك المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، دائما تستشعر أن الله معك وهو معكم أينما كنتم. فهذه المراقبة عمل عظيم جدا ينبغي أن نهتم به، ولا يكون الاهتمام إلا باستشعار معية الله عز وجل، باستشعار عظمة الله، باستشعار علم الله، باستشعار قرب الله سبحانه وتعالى، بمعرفة الأسماء والصفات، بمعرفتك بالله عز وجل. كلما زادت المعرفة بالله كلما عظمت المراقبة لله سبحانه وتعالى. لذلك الغفلة داء عظيم جدا يدمر المراقبة. طالما الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى فإنه سيتقلل من الذنوب والمعاصي. لذلك لما قال ابن القيم إن أصل الانتكاسات، قال العارفون بالله إن أصل الانتكاسات هي ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات كارثة، وكذلك طاعات الخلوات من أعظم الطاعات والقربات. الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ما أحد يعرف عنهم شيء، هم في الغار، جت صخرة أقفلت فم الغار، لن ينجيكم الله إلا أن تدعو الله بأحب الأرجل أعمال عندكم. الأول دعا الله عز وجل ببره بوالديه. شوف مراقبة، قدم الوالدان على كل شيء، الوالدين على كل شيء. الثاني يعني سأل الله عز وجل بأنه ترفع عن الحرام بعد أن استطاع أن يتمكن منه، لكنه مراقبة لله قام وتركه. الثالث بأداء الأمانة، فلما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال تحركت الصخرة وخرجوا. القضية إيش؟ قضية مراقبة لله. كلما كانت المراقبة حاضرة في حياتنا كلما قلت ذنوبنا ومعاصينا، كلما كان الإنسان في منأى عن سخط الله وعن عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعضهم لا تكن عدوا لإبليس في العيان صديقا له في السر. صحيح. وبعضهم ماذا يقول؟ يقول لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا له في الباطن. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ولذلك عندنا نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تدعو الإنسان أن ينتبه لهذه القضية، وهو معكم أينما كنتم. إنسان ينتبه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلذلك المراقبة مهمة.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديث والله مخيف، حديث ثوبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. شوف، جبال تهامة ممتدة من الأردن إلى اليمن، سلسلة جبال السروات، هذه جبال تهامة ضخمة جدا جدا، حوالي 1500 كيلو أكثر من ذلك. يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، تخيل هذا المسافة كلها حسنات. قال: فيجعلها الله هباء منثورا. والسبب مصيبة. ثوبا لما سمع فزع، قال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: ما إنهم منكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما في مراقبة، ما في مراقبة. شوف، منكم من بني جلدتكم، لا، يأخذون من الليل كما تأخذون. المصيبة الكارثة الطامة أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذه مصيبة الجوال، هذه مصيبة الأجهزة الكفية، هذه مصيبة وسائل التواصل. إن الإنسان أمامك، قد أكون أنا أخرج لك بهيئة الشيخ والداعية والإمام والمربي، لكن المصيبة لما أقفل الباب علي. صحيح. لذلك الإنسان ينتبه، لأنه الله سبحانه وتعالى يمهل، لكن إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. لذلك الإنسان يحرص أن يراقب الله. إذا نفسه غلبته، سارع بالتوبة، سارع بالاستغفار، سارع بالندم، لكن لا تجعل الله أهون الناظرين عليك. كل واحدة تجر واحدة. وحقيقة الإنسان ينبغي أن لا يرى الشر ولا الشر يراه، أن يبتعد قدر ما يستطيع. هذه الأجهزة الآن بلينا بها، معظم أعمالنا، معظم أشغالنا في الدنيا، تعاميم ماشية، أصبحت من الأمور المحتمة. لكن ينبغي أن نحذر، ينبغي أن نستخدمها بقدرها، أن تكون فعلا بقدر، لا ننجرف خلفها. يعني بعض الناس عنده في 24 ساعة 12 ساعة مع هذا الجوال، مع هذا الجهاز. لماذا يا أخي؟ أين الدنيا؟ أين العمل؟ أين الكسب؟ أين تنمية الذات؟ أشياء كثيرة. لكن أعود فأقول، قضية المراقبة ما زلنا فيها مهمة. إذا جاءت المراقبة بإذن الله سبحانه وتعالى سنكتفي شره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم، فتندلق أقتابه أمامه، أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، منظر مقزز مفزع. فيجتمع عليه أهل النار: فلان، ويلك، أما كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكانت فضيحة على رؤوس الأشهاد في النار والعياذ بالله، لأنه فقد المراقبة لله سبحانه وتعالى، سعى إلى الناس يمدحونه. ولذلك أول من تسعر بهم النار، وهذا حديث أبي هريرة المشهور، وكان إذا حدث بهذا الحديث ربما أغمي عليه مرة وثنتين وثلاث. أول من سعر بهم النار ثلاثة: زاني والعياذ بالله، لا، مشرك، لا، شارب خمر، لا. أول واحد قال: رجل قتل في سبيل الله. الله أكبر، في سبيل الله؟ نعم. فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله: عبدي، ماذا صنعت؟ قال: يا ربي، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. قال الله: إنما قاتلت ليقال جريء. أجل الناس، من أجل الناس، ما في مراقبة لله. فقد قيل: أخذت حقك، اذهب به إلى النار. فيصحب على وجهه والعياذ بالله، ويلقى في نار جهنم. أين مات؟ أين قتل؟ في ساحة الوغى، يقاتل ضد الكفار، لكن النية ما كانت صحيحة. اذهب به إلى النار. يأتي بالثاني، يعرفه نعمه فيعرفها: عبدي، ماذا صنعت؟ قال: يا رب، حفظت فيك القرآن وعلمته للناس. فقال الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم. فقد قيل: اذهب به إلى النار. فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. حافظ للقرآن، عالم، لكن النية ما هي صحيحة، ما في مراقبة لله، مراقبة للناس. الثالث: فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها: ماذا صنعت عبدي؟ قال: يا ربي، ما تركت طريقا يبتغى فيه وجهك إلا انفقت فيه. فيقول: كذبت.
وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله إنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. ليش؟ ما في مراقبة لله. القضية قضية رياء وسمعة، مراقبة للناس، وهذه الكارثة. الإنسان لما يعرف أن من أسماء الله عز وجل الوهاب، فالذي يهب الخير كله والله، الذي يهب الرزق، الذي يهب السمعة الطيبة، الذي يهب خيري الدنيا والآخرة، هو الوهاب سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص أن يكون عمله لله. لن نستطيع أن نغش الله، لن نستطيع أن نكذب على الله. صح نقدر نغش الناس، لكن الله لا. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف مراقبة، إني أخاف الله. ويمكن معظم السبعة هؤلاء الذين في الحديث مراقبة، كل الرابط بينهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص. في حديث والله من الأهم الحديث التي مرت عليه في حياتي، يروى يوقف على ابن مسعود ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لعل المستمع المشاهد الآن يقول لي إيش معنى الكلام هذا. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد يكون لي خبيئة عمل صالح ما أحد يدري عنه، لما أخرج للناس هذا يدعو لي وهذا يقبل رأسي وهذا يخدمني وهذا يبش في وجهي، وما شافوا شيء، لكن خبيئة العمل. طيب والعياذ بالله عندي خبيئة عمل سوء ما أحد يدري عنه، لكن أول ما أخرج للناس هذا يسبني وهذا يشتمني وهذا يكفهر في وجهي وهذا يدعو علي في الطرق وفي السيارات يدخل. ليش؟ خبيئة العمل، خبيئة العمل. شوف إلا ألبسه الله رداءه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يمر معنا بعض الأوقات تشوف إنسان يدخل قلبك من أوسع أبوابه، صحيح، تقول أقول لك ليش؟ تقول والله ما أدري، بس يا أخي من يوم شفته دخل قلبي في خبيئة عمل. الضد بالضد، قد ترى إنسان، قد ترى مو هو يعني لازم، لكن ما يدخل قلبك. إيش قال؟ والله يا أخي ما أعرفه، لكن والله نفسي نفرت منه. قد يكون خبيئة، قد يكون خبيئة عمل. لذلك الإنسان يحرص على خبيئة العمل الصالح لأن لها أثر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا كيف ذلك؟ قال يخلو بمحارم الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. الله المستعان. يخلو ما عاد شافه، لكن إذا ظهر للناس والعياذ بالله آثار المعصية. ولذلك ابن القيم لما تكلم عن آثار المعاصي والذنوب في الجواب الكافي شيء عجيب، آثار على الرزق، على الجسد، على الوجه، على أشياء كثيرة جدا. لذلك لما تكلم في البداية قال ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ ما الذي طرد إبليس من الجنة؟ ما الذي أغرق الأرض؟ ما الذي ثم قال الذنوب والمعاصي، وهي أكبر أبوابها الجوال. وعدم المراقبة التي في حكمه. نعم، الله المستعان، والله يعيننا على استخدامها الصحيح والمراقبة أثناء استخدامها. إحنا مستمرين إن شاء الله في الحلقة دكتور، لكن فاصل قصير بإذن الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى. لا قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. من أصيب بالخرف أو الزهايمر أو اختلال العقل فإنه يحجر عليه في ماله ولا يصرف منه إلا في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته. جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث لا ضرر ولا ضرار. وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به أو ما زاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا.
وعليه فمن أخطاء التصرف بمال الأب إذا أصيب بالخرف الصدقة منه، اقتسام الورثة له كأنه مات، منع النفقات الواجبة عليه كنفقة الزوجة الثانية وأولادها مثلا، المخاطرة به باستثماره في مجالات عالية الخطورة، التقصير في الإنفاق عليه وتلبية احتياجاته ونفقة علاجه وأجرة خادمه إذا احتاج ونحو ذلك، تحميله نفقات غير واجبة كتحميله جميع فواتير الماء والكهرباء والإيجار ونحوها، بينما هناك أناس يسكنون معه ولهم رواتب ولا تجب عليه نفقتهم شرعا. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد موضوع حلقة اليوم القيم الكبرى في وسائل التواصل، بالتحديد قيم المراقبة ومحاسبة النفس، وضيفنا الدكتور موفق كدس. الله يتكلم دكتور، احنا لازلنا في الحديث وودنا نعرف، يعني احنا قلنا انه الجوال من ابرز اسباب ذنوب الخلوات، هل هناك اسباب اخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه طبعا لما نقول الجوال هو عبارة عن نموذج بس، لكن في طبعا الأجهزة، كل جهاز يتعامل مع المواقع التواصل مع الانترنت يعد مدخلا عظيما من مداخل الشر. أذكر قرأت بعض الكلمات الفعل المؤثرة، أحدهم يقول هل فكرت لماذا مواقع التواصل مجانية؟ لماذا؟ ويقول عندما لا تدفع ثمن البضاعة فاعلم أنك أنت البضاعة. شوف ناس عارفين الكلام. الانترنت سوق كبير ولا أحد يقدم سلعته مجانا، فالكل يريد مقابلا. يعني فعلا أنت الآن لما تخش النت أو تدخل النت الآن فيه كمية معلومات رهيبة، فيه مواقع، فيه أشياء معروضة كبيرة جدا، الإعلانات تدخل، إعلانات، فثق تماما أنت دخولك لها هذا يعطي قوة. لذلك الآن في بعض المواقع تحصلهم يعطون المشتركين معهم $5,000 $10,000 كذا حسب المشاهدين الذين يتبعونك، ولذلك نزلت همم كثير من الذين يشتركون معهم إلى درجة التفاهة والسفاهة. كل هذا من أجل إيش؟ أن يكتسبوا مشاهدين أكثر حتى يجيهم مبالغ أكبر. يعني من الطرائف المخجلة أن راعي غنم نام بجانب غنمه وركز الجوال على أكرمكم الله شاة بجانبه طول الليل والجوال على هذه الشاة. تخيل أنه هذا المنظر جلب 20,000 متابع. يا الله، 20,000 متابع تتابعون شاة؟ البث مباشر. أي وين العقول؟ فأصبحت الآن يعني هي هذا الآن يقول لك كيف نجلب مشاهدين. لا يعني حتى انتبه، يعني حتى نكون منصفين، هناك كثير من رواد التواصل الاجتماعي قامات وهامات ولهم جهد مبارك في الدعوة وفي الخير، لكن غيظ من فيض، حتى نكون منصفين. إلا من رحم الله. نعم نعم، هناك ما شاء الله تبارك الله من عندهم واقع ويتبعهم آلاف وربما ملايين، لكن قد لزموا جانب الجادة، لزموا الخير. هؤلاء حقيقة قبل على رؤوسهم، لكن مشكلتنا في الرويبضة. نعم. الذي يتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وتنطق الرويبضة. من الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر الأمة. فعلا ناس ما عندهم شهادات ولا عندهم دراسات ولا عندهم ولا عندهم، ويتكلمون في المجتمع ويتكلموا، أصبحوا قدوات لأبنائنا وبناتنا، فإذا ساقوا خلفهم ضاعوا. لذلك أنا أقول لكل ولي أمر، لكل أب، لكل أم، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لبيوتكم، انتبهوا لأنفسكم أنتم. يعني بعض الأوقات الإنسان في البيت، الزوجة والزوج والأب والبنت جالسين وكل واحد الجهاز الكفي في يده، وسائل التقاطع الاجتماعي، أي فعلا إحنا جالسين في مكان واحد، لكن كل واحد له جوه وله بيئته وله المجتمع الافتراضي الخاص به. لابد أن نضبط هذه القضية. نحن أمامنا في هذه الدنيا إعمار الأرض،
اهتمام بهذا الدين، بالأخلاق، بالتدين. نحن ليسنا كغيرنا كاليهود والنصارى حياتهم الدنيا هذه، لا 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 لا، نحن كمسلمين نعرف لماذا خلقنا، ونعرف أين سنذهب، وسنعرف ونعرف أننا سنسأل، وإما جنة وإما نار. ثم غير ذلك قضية الاهتمام بالأبناء وتربيتهم. هذا الابن وهذه البنت بكرة لابد أن يقف معك، أن يعينك، أن يكون بارا بك. يعني من المشكلة، من المؤسف إن اليوم واحد يتصل فيه يعني يشتكي من بناته وكيف خرجوا وكيف كذا وكيف كذا، وهو مسكين محروق. القضية قضية إنه هذه المواقع يعني أدخلت الغريب وأخرجت المستور. أغلب يونس الناس الآن أصبحت شبه مفضوحة بإيش، بالسنابات وكذا والإنستغرام، وعشانا كذا وغدانا كذا والجلسة كذا، وخذ سنب وما تسنب وأشياء. ثم بعض الناس يشتكي، والله عندنا أمراض ظهرت يا أخي. طبعا الفقير المعدم اللي ما عنده شيء ويراك تعيش في شبه القصر، الحسد سيأتي، العين ستأتي، الأمراض ستأتي، ما في تحصينات، ما في شيء يمنع من نزول الشر. لذلك فعلا شيء مؤسف، مؤسف انه ما حتى خصوصية ما عاد فيه. يعني حتى بعض الناس يقول لك اراد ان يخطب يعني فتاة، قال يعني روح الموقع حقها بتشوف كل شيء، في كل شيء، تشوف شكلها وتشوف خلاقها وتشوف شغلها وتشوف الناس علاقاتها. يا الله كشفت كل شيء. فلذلك انا اقول مواقع التواصل إذا لم تضبط هي قنابل موقوتة. وكثير يعني من الأسف يعني بعض، ما أريد أن أحط قلنا ظاهرة، لكن لما يكون عندك أبنائك وبناتك في المجتمع يعني أفكارهم تتغير، ثوابتهم تتغير، ترى شباب اختلف سلوكهم، بنات اختلف سلوكهم. إيش السبب؟ قضية هذه المواقع أصبحت تقرب البعيد وتبعد القريب، أصبحت هناك انفتاحية مع الأسف. هي ثورة على عالمية، الواحد يحاول فيها، لكن نحن عندنا شيء هو المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تشوف ابنك ولا بنتك يغرق تسكت؟ لا، تحاول. المشكلة أن حتى ليس في البنات والأولاد، المشكلة حتى فينا نحن كبار السن. يعني المشكلة فعلا، وإن يقول الشاعر وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. فلما تشوف شيبان كبار جاوز 40 و50 و60 ومقاطع ما لها داعي، كلام ما له داعي، يعني والله تتألم. لذلك لابد أن ننتبه، خاصة كما قلت القضايا المدمرة ألا وهي الذنوب والمعاصي. طيب دكتور، لو نجي الآن لعلاج هذه الذنوب والخلوات، وكذلك كيف نفعل مراقبة النفس ومحاسبتها مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ ينبغي أن نعلم قضية واحدة مهمة، أن هناك أسباب لهذه الذنوب. أي. من القضايا التي فعلا تؤرقني كثيرا استخدامها فرديا. لماذا؟ لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان لم يكن عنده مجتمع يعيش فيه، محضن تربوي يعيش فيه، أسرة متكاتفة مترابطة يعيش فيها، يعني هذه تمنع كثير من الأذى. لكن استخدامها يعني بعيد عن الناس، بعيد عن مراقبة الناس، وضعف الإيمان، يجعل الإنسان ينساق. وبعدين ترى هي شوية شوية، ما تجيك شوية يعني دفعة واحدة، لا. أذكر قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران فيها أبواب مفتوحة، على كل باب ستور مرخاة، هكذا النص. في أول الصراط داعي يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وفي أعلى الصراط رجل أو داع يقول إذا أراد أحد أن يفتح الستار آسف، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتوحة أبواب الشيطان يعني التي عليها سور، والذي الداعي الذي في أول الصراط هو واعظ الإنسان في قلب القرآن، والذي في الأعلى واعظ الله في قلب كل مسلم. الذي شد انتباهي
إذا أراد الإنسان أن يفتح سترا من هذه ناداه الذي في الأعلى: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. أنا أقول للمستمع للمشاهد الكريم، كم مرة من المرات فكيت الجوال تريد أن تنظر بس في مقطع بسيط ولا تفتح رسالة واستنزف منك ساعتين ثلاث ساعات. أنا أجزم الكثير أشكي من هذا، وأنا أشكي منها كذلك. أنا أتكلم من واقع، عندك رسالة تريد أن ترد عليها، مقطع جاك تريد وكذا، فأول ما تفتح فجأة نص ساعة راحت متاهة أنت في هذا الجهاز. نفس الحديث، قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وهذا يكثر قبل النوم، تيجي قبل النوم بس عندك رسالة، عندك حاجة ترد عليها، شوية راح منك ساعة ساعة وشوية. يا الله تقوم صلاة الفجر، يا الله تحاول أنك تصلي وتخشع، إذن ضيعت خيارات كثيرة. ولذلك يعني أنا أقول من أهم الأمور كما قال الحديث: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فهذا سبب قوي جدا، الخلوة. الخلوة كثيرا تؤدي إلى مثل هذا الأمر، وكما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر لحظة أن ما تخفي عليه يغيب. السبب الثاني من أسباب ذنوب الخلوات: الحسد والكبر والإعجاب، والإعجاب بالنفس والغرور والرياء، حب السمعة، حب الإطراء. ترى بعض الناس هذا عنده هدف أنه يظهر للناس والناس يمدحونه ويثنون عليه. ما قدمي قضية مراقبة لله، لا، قضية أن يسعى خلف أمراض كثيرة في قلوب الناس. ولذلك إنسان ينبغي أن ينتبه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك إنسان ينتبه، هذا القلب مهم جدا أن يكون نقي، يملأ بالإيمان، بالتقوى، بالخشية، بالمراقبة، بالافتقار، بالانكسار لله سبحانه وتعالى، لا يحشى بحب الرياء والإطراء والثناء الذي يبحث عنه كثير من الناس. مشاهدات. أيوة. تعرف الآن يقول لك: كيف أجيب أكبر مشاهدات؟ والله أنا يعني أتألم لما أرى إسفاف في المحتوى، ولما القضية تتعلق بعار الإنسان وبأهله وبناته. يعني نعرف العربي عنده غيره، فكيف تأتي بابنتك ولا بأختك ولا بزوجتك وتصور معها مقطع ولا دعاية من أجل المال؟ لا والله، يقول العرب تقول: المنية ولا الدنية. من الأسباب اتباع الهوى والغفلة، والغفلة حط تحت 20 خط. ترى الإنسان قد يعرف أن هذا حرام لكن يغفل، فإذا غفل وانساق خلف المشاهدات مقطع في الثاني في الثالث، وجد أنه قد ملأ بصره من الحرام وفكره من الحرام، يحتاج من جديد تأهيل. فبالتالي يحرص الإنسان على هذه. فأنا أقول يعني الخلوة التي غير منضبطة، مرض القلب، الغفلة والهوى، هذه من أعظم أسباب ذنوب الخلوات. نعم، جميل دكتور. طيب لو في دقيقتين كذا قبل ما نختم الحلقة ناخذ العلاج. الوقت سرقنا. نعم فعلا الوقت مضى سريعا، ولكن احنا ودنا فعلا ناخذ العلاج. طيب. وطرق الحل في دقيقتين كذا. أكيد سريعا. أكيد. نعم. علاج ذنوب الخلوات، أول علاج تقوى الله وتجديد التوبة. ما في إنسان معصوم أبدا، كل بني آدم خطأه خير وخطأ يتم، لكن لابد نفعل قضية المراقبة، تقوى الله، أن نستشعر أن الله معنا حيثما كنا، ونراقب الله في السر والعلن. الأمر الثاني التضرع إلى الله، دعاء الله. شوف قلت التضرع أشد من الدعاء، مبالغ. وذلك كان في الدعاء: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قدم الغيب قبل الشهادة، مهم جدا. إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ثالثا الإكثار من ذكر الله. تقول لي ليش؟ لأن الله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. بالله قد شفت إنسان يدخن وهو يذكر الله؟ يأخذ كذا شفطة يقول سبحان الله والحمد لله، مستحيل. ولذلك ذكر الله الكثير يمنع صاحبه من الولوج في المحرمات خلاص، لأن الذكر له أثر عظيم جدا. لا يمكن تجد عاصي يذكر الله، ما يمكن، لأنه هو يذكر من اسمه. ولذلك أنت في معية الله عز وجل، وهذا نركز عليه كثيرا. العلاج الرابع الصلاة في المسجد والإكثار من الصلوات النافلة. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الإكثار ما أتكلم عن الفرائض، الفرائض مفروغ منها، لكن لما نكثر ونكثر ونكثر سبحان الله ستكون الصلاة مانعة للولوج في مثل هذه الأماكن الخطيرة. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. أيضا الوسيلة الخامسة الإقبال على طلب العلم. تقول لي لماذا؟ لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطالب العلم حينما يتعلم يدخل في صفة العلماء فيزداد خشية من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الوسائل الحياء من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. دائما تستحي من الله، كيف يعطيك، كيف يغنيك، كيف يحقق مرادك، يجيب دعائك، يحفظك أنت وتعصيه، هذه مصيبة. هذا يعني ليس من المروءة. من أخيرا حتى الوقت لا يدركنا أكثر، تعظيم الله بمعرفة أسمائه وصفاته، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان له أخوف. صحيح. ولذلك كلما زادت معرفتنا بالله وبأسماء الله وبصفات الله كلما زاد تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. نعم. فلما تسمع أو تقرأ أو تعرف أن الله عز وجل كما قلت قبل قليل الوهاب، لما تعرف أن الله هو القريب وأنه الرقيب وأنه العظيم وأنه الكبير وأنه العالم، عالم الغيب والشهادة، العليم، القادر، القدير، المقتدر، الملك، المالك، الشكور، الحميد، كل هذه لما تفهمها صدقني ستتخلى عن كثير من سفاسف الدنيا، ستعيش مع الله أجمل حياة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قال جنة الإيمان. جنة الإيمان. لذلك معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته من أعظم أسباب الثبات والبعد عن كل ذنوب الخلوات. جزاك الله خير دكتور موفق، متعتنا في حلقة اليوم، استفدنا منك الكثير في المراقبة. بالتأكيد احنا نذكر المشاهدين بمقدمة الحلقة اللي قلنا انه في كبار السفاحين في هذا العالم وجاء الجوال وقتل مسح الصورة كاملة. مسح الصورة كاملة. وأحصيات الدول عامة كلها تشتكي من هذا، من هذا السلاح الذي جاءنا. وبعض الناس عنده سلاحين في جيبه، هنا سلاح هنا سلاح. نعم والله المستعان، شيء للعمل وشيء للأشياء اليومية. وبعض الناس يفتح الله لي بثلاثة. الله المستعان. فينبغي الحذر والاستخدام الصحيح وتفعيل المراقبة والمحاسبة أثناء استخدام وسائل التواصل. شكرا لمتابعة، في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.